ثلاث حاجات لازم تعرفوها قبل ما تقرروا تقعدوا طفل تحت سن سنتين قدام اي شاشات، سواء تلفزيون او موبايل او تابلت. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديده. اول سنتين بعد الولاده بيكونوا اهم سنتين للتطور والنمو الذهني بتاع الانسان، وده اللي اثبتته ابحاث كتيره بان افضل وسيله لتعليم الاطفال في اول سنتين في العمر بيكون من خلال التفاعل الايجابي مع البيئه والاشخاص المحاطين للطفل. وعشان كده اي وقت هيقضيه بيعمل اي حاجه تانية هيكون بياخد من الوقت اللي هو ممكن يكون بيستفاد بيه في حاجه ايجابيه. ومن هنا هنتكلم على التاثير السلبي للشاشات على الاطفال تحت سن سنتين، ده طبعا وفقا للابحاث المعموله من مصادر موثوق منها في المجال ده. اول حاجه التاثير السلبي على النمو والتطور الذهني للطفل، وده بيكون بسبب المشاهد السريعه والتكوين الغير منطقي للمشاهد، واللي ممكن يسبب مشاكل فيما بعد في التركيز وتقييم الامور. تاني حاجة إن تعرض الأطفال للشاشات في السن الصغير ده ممكن يكون إحدى الأسباب لتأخر الكلام، ده لأن الطفل في المرحلة دي بيكون مجرد متلقي وبيكون كل انتباهه مع الألوان والأنوار والمشاهد السريعة اللي عمالة تتغير قدامه، فبالتالي ما بيلحقش يلقط الكلام اللي بيتقال ولا بيتقال إزاي، لأن كمان مفيش حد بيتكلم قدامه علشان يعرفه الكلمة بتتنطق إزاي، وكمان ما عندوش وقت يكررها ولا حد يصلحها له لو كررها. اخر نقطه مهمه جدا لازم تفكروا فيها ان الاطفال من سن صغير جدا بيبتدوا التقليد، وده ممكن يبتدي من عمر شهور، فبالتالي اي حاجه هيتفرجوا عليها او هيسمعوها ممكن جدا يقلدوها، ومش شرط ان هم يقلدوها اول ما يشوفوها. الاطفال بتكون عامله زي السفنجه بتمتص كل الحاجات اللي حواليها وبتستوعبها، وممكن جدا لما تتحط في موقف مشابه تقلد نفس الموقف او تقول نفس الكلام، او لما تقدر ان هي تقول الكلام ده او تعمله هتعمله. فلازم تخلوا بالكم جدا الأطفال بتشوف وبتسمع ايه، مش بس من التلفزيون. أتمنى تكون المعلومات دي مفيدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب شانل عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة، ولو عندكم أي أسئلة اكتبوها كومنت.